أكدت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطى والموازنة بمجلس النواب على ما تواجهه مصر خلال الفترة الحالية من تحديات كبيرة وظروف اقتصادية استثنائية. وأوضحت مطر أن الحوار الوطني يمثل فرصة جيدة لطرح مختلف الآراء والرؤى والتوصيات الهادفة لمواجهة التحديات. الحقيقة النهاردة اتكلمنا عن محاور كتيرة داخل الموازنة العامة، عن السياسة المالية والإصلاح المالي، عن عجز الموازنة، في كثير من الرؤى طرحت. أنا اتكلمت على توصيات متعددة، أول توصية منهم اتكلمت على أن قياس حجم التهرب الضريبي اللي هو موجود في العالم بيكون عن طريق نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإحنا عندنا النسبة دي 12.9% وتعتبر نسبة متدنية جدا، فأنا أوصيت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يزيد بزيادة 20% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وده عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس عن طريق فرض أي ضرائب جديدة، عن طريق إن أنا أضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. الحقيقة دي حاجة مهمة جدا، وأن يكون هناك أثر دراسة للأثر التشريعي لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، لأن كان الهدف الرئيسي منه هو ضم الاقتصاد غير الرسمي.